يعني مع الأسف هذا العراق هيك. يعني ايش مدارس كرفانية؟ حتى عيب يطلع لك المسؤول يقول لك بنينا هالقد مدارس، 300 مدرسة 400 مدرسة، وين؟ نفسها يعيدوها نفسها، والباقي كله مهدمة يعني مع الأسف. وهالسنة ما معلوم الدوام شو راح يصير. يعني المدارس الكرفانية أخي ما ترم ما ترم، يعني جاك مطر جاك برد جاك، وهسه خاصة كورونا يعني كرفان ايش قد ياخذ له؟ فان شاء الله غلط ما ترى. طالب احنا طالب عوده الاعمار مدارس وكملوم ويرجع الطالب يرجع الوضع كافي، هاي اربع خمس سنين يعني تالي. لا زحمه هي طبعا اكيد شيء عادي زحمه، لان بسبب الحرب هي المدارس الكهربائيه لان كلها تفجرت وكلها اللي بالقصف. اي الحل شنو برايك؟ والله الحل هي تبقى الحكومه، الحكومه هي الام والاب وهي تتحمل المسؤوليه. بس انا بنتي من الناس مرات ما بعثها على المدرسه، لانه مدرسه ما اصوليه، ما اصوليه. ليش ما دزها يعني؟ والله يعني ضحك على سياجها ما حايط، يعني ضحك كثير امورات ما خدميه، بيها شغلات ما خدميه. شو توصل رساله للدوله؟ والله ايش اوصي؟ ايش اوصي يعني؟ هي الدوله تعرف المواطن، تعرف شو يعاني المواطن. انت شو وزارة التربية؟ والله تقوم بواجباتها تجاه الطالب، تجاه المواطن، ايش يعني كل مؤسسة كل وزارة تعرف بواجباتها، يعني ما يحتاج احنا نقول كذا ونناشد، كل هذا ما يعني بدون يعني هم يعرفون ايش يحتاج الطالب، المفروض هم يقومون بهاي الواجبات. يبنون مكانه جديد، يعني هم خلوا هاي الكرفانات هم اللي لابد راح تظل هاي باكر الشتاء، وضعه لازم يتغير، هاي صارت كم سنه؟ هاي الشوارع عندنا هاي الشوارع كلها حفروها ما كملوا هيك يخلوه، اخي منظمه ما سوت، ليش هي الدوله سوت الاله؟ هاي كلها هاي عندنا غالي هسه بالجوصه خم نفس الشيء كسوا الحاله. خلي الدوله تبني مدارس معتمدين على المنظمات، يعني اذا منظمات خليهم يحكمون، تمام ولا كلامي؟ خلي يجون اخوي الدوله خليه يشوف شوف الطالب طالب لا انت هاي شو بالك الطالب اروح على المدرسه سبعه ثمانيه قاعد على الرحله وحده، خلي طالب يقعد مثل واد ليش الاجانب احسن من عندنا ولا العرب الباقيين؟ كم طفل عندك؟ عندي ثلاثه انا الله وكلمني انا اخر شيء ما قلت له انا اجيب قلت انا اجيب له كرسي مال المدرسه. والله هذه نعتب على الحكومه المحليه والمركزيه، يعني مدارسنا يرثى لها، احنا الى متى نظل الدوام بعد ما صار؟ لازم نسع نستغل الفرصة بأنه دوام ماكو طلاب ما موجودين نعمر لنا مدارس نموذجية نظامية بناء حديث. الآن العالم الآن على الدرس على الانترنت وعلى حاسبات الطلاب الصغار الصف الأول والثاني، احنا لي حد الآن الكليات مالنا ما وصلت هذا الحد، ليش عتدنا هاي الأمور التعليمية والعلم مالنا يرجع للخلف للوراء، العالم تتقدم للأمام احنا نرجع للوراء، هذا غلط. يا حكومة مركزية ويا حكومة محلية شوية اهتمام بالتعليم، والتعليم أهم شيء بالحياة خاصة للطفل. الطفل هذا الصغير إذا ما علمناه من السع راح يظل أمي راح يظل يعني متخلف. أنا طالب بوزارة التربية المفروض يعني هاي حل موقف زي ما يقول المدار كرفانية، المفروض الحكومة تقدم بناء تحتية مدينة الموصل مدينة مكوبة، لازم التعليم بها بعض الناس يعني مثلا من مناطق بعيدة يجون لنا مناطق أخرى، مناطق كلش بعيدة جاية تفصل الشتاء والأمطار، المفروض الحكومة توفر أبنية مدارس للمحافظة. يعني هاي الكرفانية شنو وضعها؟ احنا سنه 2021 مدارسنا كرفانيه، شوف الدول وين نطت القمر، صادت الناس طورت الناس وحد الان العراق يعني بلد شنو لا مزح نبقى اللي ورا اللي ورا.